وأردوسترات أخوان حملة إيرانية كوسرات اثنين وسايبة هاي شوفوا دخلة من المهران جايات العراق شوف الحكومة العراقية شلون تدخل إيرانيين إيرانيين هسه طفوا من المهران هون بالطريق هذول وهسه راح يوم يطلع لكم الشيخ قاعد بالصدر ومرت السوق هسه راح يطلع لكم السايبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم الموضوع عن تقديم عدنان الزرفي المكلف بتشكيل الحكومة برنامجه لتشكيل الحكومة إلى البرلمان، قدمه لكي يحصل على الثقة، طالب بجلسة خاصة ليمنح الثقة من قبل البرلمان على تشكيلته الحكومية وكذلك على برنامجه الحكومي. نطرح هنا عدة تساؤلات مشاهدينا الكرام. ألم يرفض الشعب العراقي بمتظاهريه الذين خرجوا في ثورة تشرين كل الشخصيات التي تخرج عن هذه العملية السياسية؟ وعدنان الزرفي ليس استثناء، هو شخص مشارك في العملية السياسية منذ بدايتها في الاحتلال ولغاية هذه اللحظة جزء من عملية سياسية. ألم يرفض العراقيون هذه الوجوه؟ طيب، النقطة الثانية، هل ثمن الدماء التي سقطت من شهداء وجرحى في ثورة تشرين على مدى 6 أشهر من الثورة المستمرة ولغاية هذه اللحظة هي مستمرة لكن بأعداد أقل، هل هذه الدماء ثمنها أن يأتي عدنان الزرفي لينهي قضية الثورة وليحقق للعراقيين ما أرادوه بأن تكون شخصية وطنية نزيهة ليست من هذه العملية السياسية؟ وإن كان برنامج عدنان الزرفي برنامج بغض النظر فيه بنود أو فيه نقاط قد تكون ملفتة للنظر، قد تكون فيها وعود بعراق أفضل، لكن هل هناك أرضية قادر على العمل بها أو من خلالها عدنان الزرفي في ظل وجود أحزاب طائفية عنصرية تنتمي أو ذات ولاءات خارجية، وفي ظل وجود ميليشيات متمركزة في العراق سيطرت على الدولة بكافة مؤسساتها، هل يستطيع العمل في هذه الأجواء الغير صالحة لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا اجتماعيا أن يعمل فيها في ظل وجود هذه الأحزاب؟ ما الذي يملكه العراق اقتصاديا الآن لكي يحقق عدنان الزرفي الوعود بالتنمية والازدهار التي يعد بها العراقيين؟ هذه الأسئلة وغيرها مشاهدينا الكرام نطرحها في هذه الحلقة. بإمكانكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا للإجابة على هذه التساؤلات ولإعطائنا كذلك رأيكم بقضية عدنان الزرفي كشخص مرشح، ولماذا يستمر عمل الأحزاب السياسية بقضية سياسية ويهملون الجانب الإنساني للشعب العراقي المنهك الذي دمرته أشياء كثيرة من ضمنها حروب ومن ضمنها الآن عمليات اقتصادية أو وضع اقتصادي منهار، وكذلك موضوع تفشي فيروس كورونا صحيا أيضا يفتك بالعراقيين المرضى والفقراء كذلك. من معنا؟ السيدة أم عبد الله من صلاح الدين. نعم تفضل يا أم عبد الله. عين أنا أطالب بالمحتقلين، أخوتي اثنينهم ماخذينهم بالسجن وأنا أطالب بالأفراج عنهم. نعم. واحد حكمه 40 عام وواحد طيب. حكمه 15 سنة. نعم. وأنا أطلب من الحكومة ومن الولايات المتحدة بالأفراج عنهم. طيب. والله واحد منكم بيه سكر وهذا عدنان الزرفي مرفوض، يعني مرفوض يعني ما أريده. طيب أم عبد الله، بس أنا أريد أسألك أنت إذا تحكين على موضوع المعتقلين،
هاي الحكومة اللي اعتقلت منو قلتي عفوا من جديد؟ اخوتي اخوتك واحد اثنين؟ اسمه 40 سنة. اخوتك نعم اثنين. الحكومة اللي اعتقلتهم او نقول الحكومات اللي جتي ورا الاحتلال هي اللي اعتقلتهم. انت دا تطالبين نعم. حضرتك من واحد ناس 2008. نعم نعم، انت دا تطالبين من ناس هي اللي اعتقلت اخوتك وهي اللي دا تشوفهم العذاب ودا يعانون بهالمعتقلات، دا تطلبين منهم يفرجون عنهم؟ والله هم الميليشيات، هو امريكا نفسها، امريكا وايران متفقين ايد وحده ضد العراق. نعم اثنيناتهم، اريد ايران ان تفضل امريكا ولا ايران. تتوقعين إيران تتوقعين يا ام عبد الله، تتوقعين يا ام عبد الله اذا صار وان شاء الله يصير ويطلعون اخوتك بالسلامه ان شاء الله سالمين غانمين، تتوقعين إن انه هاي الحكومه وهي ما دام مستمره وما دام عندها ميليشيات ما راح بيوم من الايام لا سامح الله يرجعون اخوتك مره الاخرى للمعتقل؟ لا اكيد راح يرجعوهم للسجن، واكيد راح يذلوهم، ومو بس هذول المخابئ السريه. نعم. هم رجل عفوا نسابتنا. نعم. كلهم بالسجن وما يضربون، يعني شو اقول لك، سجون سريه. نعم. سجون سريه كلهم اخذوهم ما نعرفهم وين. نعم. ابن خالي والله على قال انطوني دفتر وهسه طلع قيادة، ماكو دفتر، شنو دفتر ماكو. نعم. ما عنده. نعم. انا اشكرك يا ام عبد الله، وضحتي لنا هذا الكلام وشكرا على المشاركه. يتهمون المعتقلين بتهم ارهاب ثم يفرج عنهم بكفاله او طبعا يتم الموضوع عن طريق دفع مال بعيد عن اعين القانون او اعين الاعلام او اعين اي احد. يعني إذا كان فعلا هو متهم بالإرهاب كيف يفرج عنه مقابل نظير مادي، مقابل نظير مالي، مقابل مالي؟ لماذا يتم الإفراج عنهم؟ إذن التهم باطلة وطريقة إخراجهم من المعتقلات هي أيضا طريقة باطلة، وطريقة إدخالهم أصلا إلى المعتقلات والسجون هي طريقة غير قانونية وباطلة. معنا سعد من السعودية، تفضل. سعد من الكويت أستاذي الكريم. كويت والنعم، تفضل. الله يخليك أستاذي. بالنسبة للبرلمان، نعم، بالنسبة للبرلمان اللي هو لسان الشعب والجمهور، هل أعطوها ثقة يحل أزمة ومأساة الجمهور والمجتمع؟ وهل بإمكانه حصر السلاح للدولة؟ نعم. ومكافحة المخدرات؟ وهل يطلق السجناء الأبرياء والمتظاهرين الذين سجنوا محتجزين ظلما وعدوانا؟ وهل يحاسب المخبر السري؟ وآخر الكلام تحياتي لكل البرنامج الراقي، شكرا. نعم، أشكرك يا سعد من الكويت. معنا السيد أبو مروة من أربيل، تفضل. السلام عليكم أخوي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. حياك الله، الحمد لله بخير. وياك أبو مروة من أربيل. والنعم، تفضل. أخوي العزيز، والله عندنا أخوي معتقل. نعم. وإحنا ناشد الحكومة العراقية بإطلاق سراح المعتقلين كافة بدون استثناء. نعم. أخذوه 2009. نعم. لحد هذا اليوم نداعي وما خلينا محامي ما حطيناه. نعم. فماكو نتيجة والله. ليش أخذوا بيا تهمة يا أبو مروة؟ والله تهمة هو كان موظف. طيب. بالصحوة. بالصحوة؟ ألو؟ أي الصحوة. نعم. أي. أي هو بالسيطرة، صار انكتلوا تقريباً 3-4 انكتلوا. اي ومن تكتلوا ذولا تمام، ذولا نفسهم الموظفين اختلوهم، يعني شلون هم سته تقريبا بالسيطره انكتلوا اثنين، والصحوات المعروف عنهم كانوا ويا الدوله يا ابو مروه، مو صحيح؟ اي هم ويا الدوله، اي ويا الدوله، يعني ويا الدوله. الدوله هي كلها ميليشيات الله وكيلها، بس يعني صبوهم قصب يصيرون بالصحوه، اذا ما يصيرون بالصحوه يهجروننا. طيب. فصاروا بالصحوه هم ما خلصوا. طيب. وانحكموا. انحكموا بيا تهم. واحد انحكم تهم اربع ارهاب، سنة اربع ارهاب. تمام. اي والله. طيب، الطريقة اللي اعتقلوهم بها يا ابو مروة، انا بس اريد اوصل وياك النقطة، انا بس حتى بصراحة نوضح للناس وحضرتك ايضا من المشاهدين الكرام، انه اكو ناس دا تترجى من هاي السلطة او دا تناشد الحكومة وتقول الحكومة العراقية نطالب منها تفرج عنها، اصلا هم شلون دخلوا؟ هل دخلوا للمعتقل وللسجن بطريقة قانونية؟ هل واجهوا حكم والله قانوني؟ هل التهمة اللي أخذوها أربع إرهاب هي تهم صحيحة؟ تهم باطلة والله. طيب، إيش شلون واحد يترجى من واحد
مجرم من واحد فتك بالناس ودخلهم بالمعتقلات ويزج بيهم وبتهم أربعة إرهاب، تهم باطلة، وأنا أترجى منه أنه يفرج عني أو يفرج عن أخويا. إيه والله ما عندنا غير الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم يعني ما عندنا شيء. احنا يا ابو مروه، احنا يا ابو مروه بهذا البرنامج ما خلينا شيء ما بعنا. نعم ابو مروه، احنا بهذا البرنامج وحضرتك ولكل المشاركين اريد نوصل فكره انه اللي طب اللي شارك ويحب يطرح موضوعه، طبعا اهلا وسهلا بالجميع، يطرح الموضوع ولعل وعسى الرساله توصل الى من يهم الامر، من لديه القدره على التحرك، من لديه لا زال ضمير في الداخل او الخارج. لكن نسال دائما السلطه اللي طببت الناس للسجون والمعتقلات واللي هسه لغايه هاي اللحظه بدها تتصارع على الكراسي، هل هاي يرتجى منها انه هي تطلع الابرياء؟ وهل ممكن يضمن هذا الموضوع انه هي ما ترجعهم الى السجون مره ثانيه؟ بلى والله يرجعون، اكيد اللي يطلع اذا ما يطلع يخلص من العراق وما مشاكله، اذا يظل نفس المنطقه ياخذونه، لو يتهجر لا يمكن نشوف يعني اكيد هو يرجعون على قولتك مثل ما طرحت الموضوع انت. بس شو تسوي؟ لا حول ولا قوه. انا اشكرك يا ابو مروه من اربيل، اشكرك للمشاركه، وصلت الفكره. هذا اللي بدنا نتحدث به مشاهدينا الكرام، لما نربط موضوعنا اليوم بموضوع عدنان الزرفي او موضوع عدنان الزرفي بموضوع المعتقلين، نرى ان البيئه او القاعده التي بنيت بعد الاحتلال قاعده مليئه بالفساد وبميليشيات وباحزاب طائفيه وفرق حكوميه، قوات طائفيه، وقامت بزج الكثير من الابرياء في سجون ومعتقلات. طبعا موضوع صحوات او غير صحوات هذا شيء ثاني، يعني حتى مثل ما قال ابو مروه حتى اللي منهم وبيهم ما سلم. القصد أنه هذه الأحزاب لا يرتجى منها خير. عدنان الزرفي جزء من عملية سياسية مرفوضة من الشعب العراقي جملة وتفصيلة، وأنفق العراقيون لرفض هذه العملية السياسية الكثير من أرواحهم وكثير من دماء الشباب العراقي. هل يمكن أن يرتجى من هذه الحكومة خير، أو أي حكومة تأتي تخرج من أحزاب عملية سياسية طائفية مرفوضة من المجتمع العراقي جملة وتفصيلا، هل يمكن أن تخرج بشخص نزيه وطني قادر على تغيير الأمور من جديد وإعادتها إلى الطريق الصحيح؟ هذا هو السؤال الذي نطرحه اليوم. أم محمد من الموصل تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي أنا أم محمد، عندي ولاد 2 معتقلين. نعم. واحد من عندهم يعني هم 2 دعاوي كيدية، الشاجر مشاجرة وياهم وطمسهم بدعوة إرهاب، يعني لها أول ما لها تالي. إحنا نريد نفض هاي الدعاوي، لأمتى إحنا نبقى بهذا الحال يعني؟ نعم. إحنا نريد الناشد، يعني الناشد بالدول كلها، كل العالم أنطت العفو العام. إحنا نريد مؤاساة، يعني مؤاساة هاي الأمة العربية. العالم الكفار، سوريا بشار الأسد يقولون عليه كافر ويقولون عليه دكتاتور. بشار الأسد طلع المعتقلين مالته، ما بقى يعني مكان، ما طلعوا المعتقلين مالته، شنو يعني سبب اني الحكومه مالتنا العراقيه ما تنطي عفو؟ يعني العفو مالتنا فد مره احنا محتاجينه، لان اولادنا كلهم ابرياء. طيب. ام محمد طبعا انا اشكرك للمشاركه، وحقيقه مع موضوع بشار الاسد وطلع معتقلين هذا كلام غير دقيق، لانه الانظمه اللي فاقده للاهليه وفاقده للشرعيه، يعني هي حقيقة لا تقاس. لكن احنا نقول مثلا النظام الإيراني، أنه هو نظام قمعي ونظام مصنف دوليا إرهابي، مع هذا أفرج عن 80,000 معتقل في سجونه، أيضا خوفا من تفشي فيروس كورونا. هذا الموضوع احنا نسأل أنه ذول التلاميذ ما تعلموا من معلميهم الإيرانيين أنه أخرجوا المعتقلين، ربما تكون هناك كارثة إنسانية، قد تكون هي القاصمة لظهوركم وتزيحكم، قد تكون هي الضربة القاضية لكم؟ هذا هو السؤال اللي يطرح الآن. خطاب من بغداد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أستاذ؟ أهلا وسهلا، حياك الله. أستاذ احنا أنا عندي خوالي 2، صار واحد محكوم مؤبد وواحد بعده. أي نعم. واحد خطيئة المحكوم محكوم مؤبد، والله العظيم على موت شغله هيك ما ادري شو يعني، واحد كذا ما شنو دبوها براسه ودار في المخبر السري وما ادري شنو، الحكم مؤبد. طيب. اي والاخ بعده ما محكوم. نعم. اي واحنا نطالب بالعفو العام. طيب. اي طيب. والله كريم يعني خطاب. ما تتامل خطاب هاي. انا نعم. بس اي نعم، هو هاي النقطه اللي اريد اوصل وياك بها. هل بعد نعم. ما يطلع ان شاء الله ويطلع بالسلامه حتضمن نفسك إن أنت تعيش هو وياه ببلد آمن
ما بي مشاكل، ما تخاف على أهلك، على أخوتك، على أبنائك، أن هم بيوم من الأيام يصير بهم نفس اللي صار بخالك أو عمك أو أخوك؟ والله يا عيني يا أستاذ، أنت بهاي الحكومة ما تتأمل كل شيء. نعم. إلا تتغير هاي الوجوه، يعني إذا ما تتغير هاي الوجوه بهاي الحكومة ما تتأمل كل شيء منهم. إحنا نعم. أي تفضل. نعم. أسمعك أسمعك. يعني بس شنو؟ ما تتأمل خير، خلي ينطون عفو، خطي هالمعتقلين مظلومين، تفتح طيب. سجون مظلومين، والله العظيم خوالي مظلومين، وواحد صار لعشر سنين، وواحد صار لأربع سنين. نعم. والله العظيم مظلومين. نعم. شكرا يا خطاب، أنا أشكرك من بغداد. مشاهدينا الكرام، هنا نعود إلى نقطة مهمة للغاية وهي مطالب ثورة تشرين. الثورة التي خرجت لإزاحة نظام كامل بأحزابه، بميليشياته، بفاسديه، والإتيان بنظام وطني حريص على مصلحة الشعب، نظام فعلا تكنوقراط مستقل لا يتحرك من قبل أحزاب أو جهات خارجية. هذا كان مطلب العراقيين. احنا شنو الفائدة نطالب بإخراج معتقلين ويظلون ذولا خطية اللي طلعوا من السجون والمعتقلات الأبرياء يظلون عايشين ببلد موجود به هادي العامري وموجود به قيس الخزعلي ولا مقتدى الصدر ولا زعماء الميليشيات أو موجود به نور المالكي وأحزاب السلطة الفاسدة وغيرها من هاي الشخصيات؟ ما الفائدة أن احنا نطالب بإخراج معتقلين حتى يظلون عايشين بهاي المأساة وهاي المعاناة اللي موجودة الآن في العراق؟ كورونا وغيرها واقتصاد منهار وأزمات كثيرة وميليشيات منتشرة ونظام أمني منهار ونظام قضائي فاسد. احنا يعني لما طلعت ثورة تشرين كانت فعلا مميزة عن بقية المظاهرات اللي خرجت بالعراق منذ الاحتلال، لأنها كانت تطالب بمطلب وحيد وهو إسقاط النظام. لما يسقط هذا النظام ويأتي نظام وطني، كل مطالبنا المتعلقة بخدمات أو متعلقة بمعتقلين أو متعلقة باقتصاد ستتعالج وتتحقق شيئا فشيئا، لأن الشعب أصلا جاهز أن يتعايش ويتعامل مع حكومة وطنية قادمة فعلا لخدمة البلد. لما نطالب بكهرباء ولما نطالب بمعتقلين بمطالب جانبية، احنا حنطلع المعتقلين حتى يعيشون بنفس المأساة وربما يعودون إلى المعتقل مرة أخرى. شنو الضامن ان هم ما يرجعون يعتقلون هذا الشخص مره ثانيه بعد ما تنتهي ازمه كورونا؟ ما الضامن انه هذا الشخص وعائلته قد تعتقل مره ثانيه وتدخل الى سجون ومعتقلات السلطه وميليشياتها؟ ماكو ضمان، لان هناك بيئه مليئه بالفساد ومليئه بالمجرمين. من معنا الان؟ السيد بسام من بغداد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. اسمعك يا بسام، تفضل. هاي بالنسبه على من هاي الحكومه يعني هل مستبشر بخير ام يعني نفس الحطه؟ شلون عفوا؟ نص صوت التلفزيون واسمعني من التليفون يا بسام اول شيء. اي نعم. تفضل يا بسام. انا مداي الحكومه ما على مداي الحكومه مالتنا الجديده عدنان الزرقي الشكا من الوزاريه مالتنا ويحل المواضيع هاي مال الازمه مالتنا. طيب انت شايف يا بسام انه هاي الاحزاب الموجوده بالعراق ممكن تطلع بشخص وطني؟ طيب وحتى لو اكو شخص وطني، وين كان 17 سنه والبلد ده يتدمر لغاية لما وصلنا النقطة يقول عدنان الزرفي هذا اللي جاي على أساس ده يشكل حكومة، يقول أنا احتمال خايف إنه بعد رواتب ما أقدر أطي. والله هي هاي مشكلة. إذا عفوا ما مشوا عدنان الزرفي العراق رايح بالهاوي. وإذا مشوا العراق وين حيروح؟ نفس النمط الدولاك اللي راحوا نفسه، ثم أصلا ولا يتغير شيء، لأنه بالأسوأ راح. وهذا اللي بدنا نتكلم به، احنا نؤكد على مطالب الثوار انه كل شخص يطلع من العمليه السياسيه هاي ما راح يختلف عن محمد توفيق علاوي ولا عادل عبد المهدي ولا غيرهم. هم بس الشكل مختلف، بس كسياسه نفس السياسه. نعم نعم. نفس السياسه. نعم. انا اشكرك يا بسام من بغداد. ابو ياسر من الموصل، تفضل يا ابو ياسر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أبو محمد؟ حياك الله، أهلا وسهلا، تفضل. والله نطلب منكم العفو العام.
نعم. عندي ولد مواليد 2003 قاعد في الدو بتغير. ومخبر السري هو دمرني. نعم. وهو كل شيء ما عنده والله بريء والحكم حكم سنين. نعم. اي والله. نعم. كل شيء ما عنده والله. الله يفك أسر المظلومين إن شاء الله. أنا أشكرك يا أبو ياسر من الموصل. طيب من معنا الآن؟ معنا اتصال؟ تفضل يا سيد أبو زكريا من كركوك، حياك الله. أبو زكريا، سيد أبو زكريا تسمعني؟ فقدنا الاتصال. أسمعك والله. آه موجود، تفضل. الله يسلمك. تفضل يا ابو زكريا. ابن العزيز بالله العظيم احنا 20 يوم 25 يوم العالم ماتت من الجوع. نعم. ابن محمد والله العظيم من الجوع. نعم. يعني اريد دار العراقيه للزناجين اللي عندهم امكانيه يساعدون هذا العراقيل الفقراء. نعم. ما من هذه الحكومة الإيرانية الفرس جابونا على العراق من 2003 باقونا قتلونا ما لنا شغلة. بس أريد الشيوخ شوية متمكن. نعم. حاسس زينا يساعد الفقراء بالعراق سوى خاطر الله ونبي سوها للرسول سوها الإمام الحسين سوها الله رب العالمين. نعم. احنا انتهينا والله العظيم بالقرآن العظيم أهل أطفال اليوم بدون ريوب والله العظيم محمد والله العظيم حتى خب اليابس أدور عليه أنقع بالمي أطفال ياكلون ماكو نعرف الله يبنيش حكومة إيرانية نعرف الله على إسرائيل نعرف الله على أمريكا نعرف الله على إيران سوى نظرة هذا السياسيين الخرد جابونا على العراق. ابن محمد عليك الله لا تسيب عني خلي أحكي قلب مجهول. ابن محمد سوى الخاطر الله محمد ناس الزناجين العراقيين خلي سامنا بقرآن العراق بالقرآن العظيم انتهينا بالقرآن العظيم ابن محمد زول رب العالمين أريد زناجين بالعالم يساعدوا الفقراء العراق. لا إله إلا الله محمد رسول الله. والله يرحمنا شيخنا. أنا أشكرك يا أبو زكريا، الله يكون بعونكم ويصبركم على المحنة والمأساة اللي أنتم عايشيها وبيها. تسمعون مشاهدينا الكرام، هاي نتائج هاي الحكومات، هاي نتائج هاي الأحزاب الموجودة بالسلطة. يجي الزرفي ولا يروح، شنو اللي حيغير؟ ناس ميتة من الجوع ببيوتها ويقتلون لما يطلعون من بيوتهم كما حدث بالناصرية. تقتلهم القوات الحكومية بدم بارد، حتى لو كان فقير طالع جائع ما عنده لقمة يأكلها ببيته تقتل. في حين كما شاهدتم في المقطع في بداية الحلقة الإيرانيين يأتون من إيران بكل سهولة، بري يدخل أو جوي عن طريق الطيران، حركة الملاحة الجوية مستمرة موجودة. العراقي تبقى بالبيت ين عليك حظر تجوال، يا بطيباني مين أكل؟ مو مهم، تطلع بالشارع تعترض تقتل، أو يعني يصير بك هذا الحال اللي دي يصير بكل الناس هسه الموجودة ببيوتها. الله يعين الجميع ويصبر الجميع على هذا الابتلاء، ونعود نرجع ونقول أنه المطالب الجانبية ما راح تغير بالعراق شيء، الطالبون بالمعتقلين ما راح يغير هذا الموضوع. وين طلعوا؟ طيب يطلعون على شنو؟ على بلد شبي يعني جاهز لشنو بالتحديد؟ ما الذي هو يمكن أن يعيش به أو المكان أو البيئة أو شنو المهيئ للمعتقل لما يطلع من معتقله؟ أنه يقعد بين أهله وناسه ويما ميليشيات موجودة برأس الشارع وممكن تجرى مرة ثانية ترجع لو يطالبوا بكهرباء لأنه الصيف جاي مثلا الحارة ماكو. طيب وبعدين الناس طلعت تريد تسقط هذا النظام لأن هذا هو الحل الوحيد يا جماعة بالعراق. الحل الطالب بمطالب ثانوية جانبية ما راح يعالج هذا الموضوع،
ما راح يعالج مشكلة العراق الكبرى اللي مركزة بهاي النماذج اللي دا تحكم اليوم بالعراق. أم عبد الملك من كركوك، تفضل يا أم عبد الملك. السلام عليكم أخويا. وعليكم السلام ورحمة الله. أخويا يعني ما أعرف يعني المغيبين المخطوفين يعني حالهم شلون؟ بتكون بالخاطر الله يعني إحنا نتوالهم وجهالهم شو نسوي؟ يعني لا أكو مكان نركض وراه وندور لهم، لا أكو معتقل موجودين بس ما هم موجودة، يعني ما يخافون من الله؟ نعم. يعني لا سنة ولا سنتين ولا سنة استدعوكوهم. أقسم بالله العظيم أنا رجل كل شيء ما عنده، لا عنده بالدولة ولا يشتغل ويا الدولة ولا بأي شيء يعني. يعني ياخذون من بي 4 سنين هاي، شو يسوون بي؟ شو يسوون بي يخلوه؟ نعم. لا عنده إلا مكان، ما خذيت، ما خذيت أحد، ما بست إيده، ما خذيت مكان والدة إسلا، لا حقوق الإنسان ولا ناس ولا سيوف ولا هذا، ما حسيت إلا وين راح؟ يعني دولة أخذتها من البيت، وين راح؟ يعني هاي حكومة الزرق يسووه وذات حكومة ذاك ما حد يداور عليهم، ما حد يقول هذول الناس اللي يسببون. لا هو مجرم، لا هو يعني إنسان معروف الناس كلها تعرفه، أخذوه من البيت لا حول ولا قوة، رجال مو صغير عمره 50 سنة. نعم. يعني هذا كل الكلام يا أم عبد الملك، هذا كل اللي تفضلتي به ما يساوي مع احترامي طبعا هذا الكلام، ما يساوي بالنسبه للحكومه شيء، لان عندهم اليوم منصب رئيس الوزراء هو اهم شيء موجود هسه بالعراق، يتصارعون عليه ويقاسمون المناصب والمنافذ والامتيازات، بس مواضيعكم انتم الناس اللي دا تتصلون بهاي المعاناه ما تساوي شيء عند السلطه. يا اخوي احنا شرايين منهم، كل شيء ناري منهم الله يسيلك محمد يسيلك، كل شيء ناري منهم، بس خلي يرجعون هالرجال هذا المسكين وهالكوم المظلومين مثل بالاقليم غير الاقليم. يا اخوي ليش يجي هالظلم هذا؟ اذا مكه مو هتلر، مو طلعت روحنا والله العظيم، عندي جاهل حتى ما تعصبوه، يعني كيف يدور يشوفون؟ يا خير يشوفون، احنا النهار كله ندعي عليهم، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل بيهم. نعم. أم عبد الملك أنا أشكرك للمشاركة ونتمنى صوتك يوصل. أبو فيصل من السعودية تفضل. مساء الخير استاذ محمد. مساء النور، حياك الله ابو فيصل. تحيي لك وتحيي القناه وتحيي الكادر وتحيي دورة استاذ محمد الله يحفظك. بالنسبه للعراق ما تصير وتاره الا بسقوط هذا النظام استاذ محمد، لان هذا النظام نظام مجرم لا يعفي، ولا هو نظام دولي اصلا، ما في نظام دولي، نظام يعني رئيس الجمهوريه استاذ محمد يهدد بزعيم ميليشيا ابن قيس الخازعلي، يهدد رئيس الجمهوريه، يعني اي دوله هذه بالله عليك؟ ترجي من وجرائم البارح بالناصرية، هذه المدينة البطرة هي وأهلها الشرفاء، جريمة البارح بأهل الناصرية، يعني نظام مجرم، يعني احنا متوقعين وسوف يرتكب، لأن النظام هو ليس عراقي وليس وطني، النظام هو تابع للحرس الثوري الإيراني، هو اللي يشكل الحكومة، وهم متبلشين بهذه الحكومة السراق الخونة، فلا بد من الشعب العراقي أن يواصل ثورة، وإن شاء الله مواصل ثورة تسير كل العرب مع الشعب العراقي، وان شاء الله نصر قريب وسوف يسقط هذا النظام التبعي. وتحيه. اشكرك سيد ابو فيصل من السعوديه. معنا السيده ام عبد الله من بغداد، تفضل يا ام عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. اخويا لحضرتك الى قناتكم الشريفه والى كل عراقي شريف. الله يسلمك. استاذ احنا عندنا عراق نسموه عراق الازمات. نعم. يعني احنا بنشوف انه السياسيين والاحزاب الموجودة والمسيطرة على كل مفارق الحياة في العراق هم يشتغلون بحياة المواطن. أول بدأوا بحياة المعتقلين خاصة بعد أنهم سقطت المحافظات، وهسه بدأوا على المحافظات الجنوبية للاعتقال وقتل واختطاف، يعني هاي المشكلة الكبرى. أما المشكلة الثانية اللي هسه اللي صارت مشكلة كورونا، زين مشكلة كورونا انه المفروض الحكومة العراقية تقوم بعملية تهيئة كل انواع الخدمة الصحية للمصابين لا سمح الله. طيب. احنا ما نعرف شنو نهاية الازمة، قد تكون نهاية الازمة حسب ما يقال انه لا سمح الله 60% حيكونون اما مصابين واما قسم من عندهم في حالة وفاة، وان شاء الله الازمة هاي تعدى على خير. استاذ فالحكومة سوت خلية الازمة
تأجير فنادق الدعارة وفنادق القمار اللي تابعة إلى المسؤولين، وطلبوا إنه كل واحد مصاب بكورونا إنه يدفع يومياً 200 دولار للغرفة الواحدة لمدة شهر، شقد 60 مليون. يعني أنه يعني الشخص يعني أول هو مريض وبعدين لو باختصار يطيب. باختصار أم عبد الله، رأيك بعدنان الزرفي هل حيفرق برنامج الحكومي من عدمه، لأنه هو أو في ظل خروجه من 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 عملية سياسية أصلاً مرفوضة من الشعب، هل حيسوي فرق برنامج الحكومي مهما وعد به؟ والله أستاذ هو الحقيقة إذا تريد الحقيقة هي سيطرة أمريكية، وأمريكا جابته كله في سبيل إنه تريد تحل الأزمة برأس العراقيين، وأعتقد إنه الأزمة هذه ما يستفيد من أجل العراقي ولا عدنان الزرفي ولا ما أدري منه، لأنه إحنا إذا ما نتحد كليتنا كعراقيين ونخلص من هاي الأزمة ونخلص من السيطرات الإيرانية والإيراني وإيران اليوم تقول إحنا رجعنا امبراطورية فارس عاصمتها بغداد. شكرا جزيلا يا أم عبد الله، وضحت الفكرة. أبو محمد من الأنبار تفضل. السلام عليكم أخي العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لحضرتك وتحية لقناة الرافدين البطلة. الله يسلمك، حياك الله. الله يخليك، حياك الله. أكو موضوع نحكي فيه، أكو موضوع المغيبين والمخطوفين قصرا، موضوع السجناء الرسميين اللي ممكن أهلهم يواجهوهم. طيب. اللي ممكن أهلهم يواجهوهم ذولا شوية يعني شغلتهم أهون من المغيبين. نعم. المغيبين احنا بس من محافظة الأنبار 4000 شخص مغيب. نعم. لحد الآن من 2015 لحد هذا اليوم احنا ما نعرف عنهم كل شيء، أخذوهم من سيطرات مال أحزاب. نعم. ويا تريز ما يقول لك وين أخوك وين أبوك، ما يعرفون. نعم. هذول شنو مصيرهم ما نعرف. أخي العزيز. نعم. أنا أناشدكم قناتكم البطلة أن تكشفون مصير هذول الناس المغيبين، ناس موظفين الله وكيلك، لا عندهم علاقة بداعش. لا عندهم انتماء ويا القاعدة، ناس موظفين مدنيين طلعوا على السيطرات ولحد الآن ما نعرف مصيرهم وين. نعم. زين ناس يخابرونه يسامونه على فلوس، احنا منين نجيب؟ والله واحد يريد دفترين، واحد يريد ثلاث دفاتر، الله وكيلك احنا هسه بهاي الأزمة مال كورونا كنا قاعدين على طول بطالة. زين والله وشماله هسه نمطي دفترين وثلاثة وينصبون علينا كذابين. ماكو. نعم. يعني هسه أنا أتمنى هسه أنا أخويا اتمنى مسجون رسمي زين. نعم. بس اخويا مسجون ما اعرف بيه سجون سريه، طلع شخص من السجون السريه قال انا شفت اخوك متعذب ومتعلق زين. نعم. انا منين انا والمنه ناشي بس 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 فهموني من خلال قناتكم، اتمنى يوصل صوتي السيد رئيس الوزراء المكلف الجديد عدنان الزرفي اللي يقضي على هاي الظاهره مال الاختطاف ومال مال المغيبين. يعني والله انا اسمع ويا ثاني اسمع ناس يقدرون يشوفون اخوهم ابوهم يشوفوه بالسجن، انا اتمنى اني اشوف اخويا بالسجن. ماكو. راح من 2015 صار 5 سنين عنده 3 جهال، الله وكيلك تعال يجون يمي ربع ما عندهم انا اصرف عليهم، والله واخويا كل شيء ما عنده بريء. نعم. امانه الله ورسوله بريء. زين واتمنى يوصل صوتي ان شاء الله يوصل. انا اشكرك يا ابو محمد، اشكر مشاركتك، شكرا جزيلا، اتمنى صوتك ورسالتك توصل. طيب نذهب الان الى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقى معنا. عين ابو الشباب قلبي بس اقفلنا اقفلنا اعطينا مجال يا اخي، انت ساد الطريق ساد الطريق غير عدك. ليش تصورني؟ اصورك طبعا. ليش تصورني؟ تتحمل المسؤوليه انت المستشفى السفاره. ليش تصورني؟ انا عمر عمر اجاني عمر بعد طبيب جاي ما يفتهم من ناحيه على راسي بس انا قاعد طبيب وعندي خساره عمر عدي لا تقدر تصور هذا تصوير عيب تصور انت طبيب وعندك شهاده والحمد لله وشكر ربنا احترمتكم وقدرتكم رحم الله والديك لا تصور لا اصورك اصورك لان انت جاي تمنعني من اداء واجبي زين على مستوى يعني انت ترضى من تعب مناشره كضابط يعاقبني من هو الضابط طين اسمه طين اسمه لا شنو خلي العالم تعرف تعال سعد خلي العالم تعرف ابويا تعال قاعد اصور منه شو تعال خويا طبيب انا وعد خفاره راح ترجعوني من دوام طبيب يرجع حتى لو طبيب يرجع صورنا وديها للقائد خوش حتى القائد هو المطي خبر اي شنو اللي رسالة؟ يا ترجعني من شغلي أنا بالنسبة لي طبيب وهاي هويت. هاي هويت.
عيب صور؟ خوش حج عيب علي يعني صوتك. وانت مو عيب عليك تمنعنا من اداء واجب. امر قائد. بامر القائد؟ خوش حج خلي العالم تعرف انه القائد جاي معنا اطباء صورنا. احنا بالنسبة لنا كل احنا بعد ما نداوم بالمستشفيات خوش حجي؟ صورنا. وجه القائد قال له ما يخلوني نجده. ودريت بي انا طبيب. ورئيس الطبوبة. لا علي من رئيس الطبوبة جاي مو عناد. انتم تعبانين واحنا تعبانين. هاي يا اخوي شكرا جزيلا وعشت اليكم. زين؟ هاي بالنسبة لنا مستشفانا جاي منعونا من اداء واجبنا. زين؟ أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا هذا المقطع الذي شاهدتموه الآن هو فيه أو به الكثير من النقاط التي يمكن أن نطرح بها تساؤلات. أولا رجال قانون المفروض عناصر أمن يتحدثون بالعيب بدل ما يتحدثون بأن القانون يسمح أو لا يسمح بالتصوير، لأنه ماكو شيء واضح عن القانون بالعراق. لا يوجد نظام واضح، لا توجد آلية واضحة للجميع للعمل بها، لا يوجد قانون. طبيب يساهم بمعالجة الناس المرضى من تفشي فيروس كورونا ويساهم بقدراته وإمكاناته أن يقي العراقيين من هذا الفيروس يمنع من تجاوز السيطرة بهذا الزحام نظرا لأن القائد أمر. بأي صفة القائد يأمر؟ تحت أي بند وتحت أي قانون؟ هل الكوادر الطبية تحسب كأفراد عاديين يسيرون في الشوارع؟ من الذي سيعالج المصابين بفيروس كورونا إذن في المستشفيات أو أي مريض آخر مصاب بأي وباء أو أي مرض في المستشفى إذا كان الطبيب يمنع من الذهاب إلى عمله وهو في خفر كما استمعتم؟ يعني هناك الكثير حقيقة من النقاط. نعود سريعا للمتصلين. السيد أبو أحمد من صلاح الدين، تفضل يا أبو أحمد. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ محمد عيني، بالنسبة لهذول السياسيين حاليا 700 شهيد و30,000 جريح نعم و 15,000 معاق. نعم هذول كلهم ما داروا موبايل، تيجي يطلعون مساجلين شيلها من بالك هاي. نعم هم هذول قدامهم الناس استشهدت وانقتلت وحاربوهم ما يطلعون سجين. هذا فد شيء واقو تخدير اعصاب. هم جابوا يخدرون من الناس من ذاك الوقت لهذا الوقت. نعم وهذا الامر شيلهم من بالك. ثانيا أيه؟ البارحة طلع واحد يحلل اقتصاديا على مذرواته يقول 5 ملايين موظف عندنا. نعم. بالدولة العراقية. نعم. زين 5 ملايين مين جو ذولا؟ ذاك الوقت كانوا مليون، يعني 3 ملايين كلهم ذولا المتضررين سياسيين ورفعة يسموها. نعم. زين. أنت يقيسوا لك الموظف اللي ياخذ 200,000 دينار. نعم. يقيسوا بالموظف بالبرلماني اللي ياخذ له 40 مليون دينار. نعم. هذا يعتبروا موظف هذا موظف. نعم. شلون يصير هذا القياسات؟ شلون يحللون ذولا؟ والله دوخوا الناس. نعم. يعني موظف ياخذ له 200-250-300,000 دينار يعتبروه موظف. طيب انا اريد اسالك يا ابو احمد، عدنان الزرفي المكلف بتشكيل الحكومه شو يقول؟ يقول العراق يمر بكارثه وقد لا تتمكن الحكومه من تامين كل الرواتب. عن اي رواتب يتكلم؟ يتكلم عن رواتب السياسيين وامتيازاتهم لو رواتب الناس البسطاء اللي عايشين بس على هذا الراتب؟ استاذ محمد هو الموظف ياخذ له كل عام الخدمه وعام اكثر موظف ياخذ له 500. أنا موظف ذاك. نعم. زين 200-300,000 دينار. يعني البرلماني أحد أعضاء مجلس النواب متقاعد ياخذ 40 مليون، رئيس الجمهورية الياوري ياخذ 60 مليون. نعم. تقاعد. يعني لو تضربها ايش قد يطلع دال 300 موظف. نعم. يعني ماكو هيك قياسات يقيسوا الموظف هذا بهذا بالمية وبالمئتين يقيسوا بال10 ملايين. نعم. زين هم هذول هسه البرلمان يعتبرون كل واحد مليون، هم 300 واحد هم ماضي نص مليار. هذا على الفقرة ليش ابو الكويت ينطينا وذاك ينطينا؟ مو عيب؟ شلون تقبل نفسياتهم هالشكل؟ المشكلة هسه بعد انت يعني ماكو حد يعطيك، العالم كلها حايرة بنفسها، يعني العالم هسه العالم كله حوالينا كدول وكعالم خارجي حايرة بنفسه، الموارد تستنزف، اقتصاد متوقف، يعني الناس منين تجيب فلوس؟ ذولا الموجودين بالعراق الان شلون حيدبروها ما تفهم. استاذ محمد تدري بالموازنه هم سووا هذول المتقاعدين ذاك اليوم. نعم. واحد انا اتابع اخبار. نعم. تدري بالمحل السياسي يقول ذولا اللي طلعوهم 200,000 واحد الموظفين 200,000. نعم. موظف هذا مع التقاعد لان غادي يصوتون على رفعه مال السجناء رفعه يشيلون رواتبهم. نعم. ميزانيه متكفيه سووا محمد الحلبوس وهيدا من الجمهوري سووا اي سووا حاله هذول على التقاعد في سبيل ابقاء رواتب رفعه. هذا احد بالتلفزيون محل اقتصادي قالها. نعم نعم
يقول رفعه هو اكو ناس كانت تتمنى اكو ناس كانت تتمنى انه الموجودين بالعراق كبادره حسن نيه مثلا كوقت ازمه يصحى ضميرهم الوطني ويغلبوه على المصالح الشخصيه والفئويه، لكن ما صار. انه رواتبهم يتغاضون عنها كم شهر يدعمون بها العراق والعراقيين الفقراء الموجودين، يعني دموع ابو زكريا وغيره والناس اللي انقتلت بالناصريه على مود لانهم فقراء ما عندهم، ذولا ما يوقفون بعين دوله بالعراق عندنا، ما يوقفون. استاذ محمد، انا اعرف واحد بالحرب العراقيه الايرانيه سجن سنه عنده سبع اخوه وخمس خوات. نعم. عندي كل واحد يخلف خمسه سبعه ما يقارب 45 واحد، ذولا من الكباط لحد هذه ياخذون رواتب ويحسبوا لهم اياها من تاريخ الولاده. نعم. أنا أشكرك يا أبو أحمد من صلاح الدين، أكتفي معك بهذا القدر، وبما فيما بقى من وقت أو تبقى من وقت نقرأ رسائل الواردة مشاهدينا الكرام على الواتساب لأنها كثيرة جدا جدا جدا. في أول رسالة لدينا من السيد أبو كرار من البصرة يقول: تحية طيبة لك أستاذ محمد، إلى كل من يهمه الأمر، نداء استغاثة يا شيوخ العشائر، يا حكومة البصرة شوك تهتز الشوارب. أخي محمد، نقسم بالله نحن لا نملك قوت يومنا، الجوع أهلكنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. في رسالة أخرى يقول أحد المشاركين: السلام عليكم، ليش هاي الحكومة الفاشلة ما تنطي عفو عام؟ إن شاء الله مرض كورونا يجيهم، المفروض هي الحكومة تفوت السجون والأبرياء يطلعون. في رسالة لدينا يقول أحد المشاركين: السلام عليكم، نطالب بالعفو العام من أخواننا الشيوخ العريقة أن تخرج إخواننا، أما الحكومة خليها تلتفت علينا كافي بوق بالتي هي أحسن، والسلام على من اتبع الهدى وشكرا. في رسالة من زهراء من العمارة تقول: الثوار رافضون أي مرشح من العملية السياسية، أي شخص شارك بالسياسة من 2003 مرفوض، عدنان الزرفي مرفوض بأمر الشعب، يريد بالقوة يصير لأن واشنطن دعمته. في رسالة من أبو أديان من الرمادي: أناشدك وأناشد قناتكم قناة الحق، أنا ابني أخذوه بسيطرة الرزازة، قالوا باستفسار ونهده، وهي صار 5 سنوات ما نعرف وينه، هم أخذوه بالرزازة، يعني سيطرة الرزازة مو من الحكومة، لو شنو كتاب حزب الله والحشد الشعبي قالوا راح يطلع عفو عام، وين أشو كل شيء ماكو. في رسالة: السلام عليكم، أبو حاتم من الموصل، بعد التحية يقول: لا يوجد في بغداد والعراق والخضراء من هذه العصابة المجرمة وميليشياتها من لديه شعور بالمسؤولية، واليوم العراق وشعبه يمر بأصعب الظروف. في رسالة: الميليشيات أو ما يسمى بالحشد الشعبي وبالأخص حزب الدعوة تمنع الكوادر الصحية بالقيام بواجبها فحص المواطنين الداخلين لمحافظة الأنبار بسيطرة 30 بقيادة من يسمى بأبو زينب عضو بحزب الدعوة. أبو حسين من بغداد، شكرا يا أبو حسين. رسالة من أحد المشاركين ندى من الدنمارك عفوا تقول: أستاذ محمد، الزرفي وغيره مرفوض تماما لأنه مشارك بالعملية السياسية الفاسدة، واختيار رئيس وزراء هو قمة التجاهل لمطالب المتظاهرين واستهانة بدماء الشهداء. في رسالة أحد المشاركين يقول: هذا أخي أخذ الاعترافات كلها ظلم، وصورة ليد تم يبدو تعذيبها بشكل أو ضربها بشكل قاسي جدا. في رسالة يقول: هذه العصابات الوقحة في العالم تعلم علم اليقين أنها هي من سيكون في هذه السجون التي بنتها وزجت بها الأبرياء، لهذا لا يريدون إخراج المسجونين. سعد من السعودية. يقول أحد المشاركين أو إحدى المشاركات عفوا أم عمر من كندا تقول: تحية إكبار وإجلال لروح المرحومة الدكتور الشيخ حارث الضاري، لا أريد أن أطيل عليكم، فقط أقول أن الرئاسات الثلاث لا تمتلك أي ذرة من الشرف والأخلاق لأنها ساكتة عن مساعدة شعبهم، فأي شرف لديهم؟ طيب، شكرا يا أم عمر. أبو أحمد من الموصل يقول: السلام عليكم أخي محمد، هاي الحكومة صار لها 17 سنة ما قدرت تبني مستشفيات أو جسور أو مدارس مثل باقي الدول الغنية بالنفط، أكو واحد بيهم فهد يوم طلع ودافع عن شعبه وعن بلده، بس يدافعون عن أسيادهم الإيرانيين. في رسالة: مساء الخير قناة الرافدين، وين الحكومة؟ شو ضامة نفسها؟ لعد بس يعرفون يفكرون بالكراسي ما يفكرون بالشعب، الله يأخذ حق الشعب العراقي منهم. حسن من ألمانيا، شكرا لك.
رسالة لدينا يقول قصي: لو هاي الحكومة مثل حكومات العالم ما يهم السجون والمعتقلات، لا نظافة لا رحمة، سجون سرية وقتل وتعذيب عن طريق الميليشيات. السلام عليكم. الزرفي لا يصلح رئيس للوزراء. الزرفي يتبع نفس النهج اللي كان قبله في الحكم، وإذا حكم الزرفي ما يتغير أي شيء، كلهم حرامية. عاشوا الثوار، عاش العراق، نوار من هولندا. في رسالة أم تقى تقول: أخي الكريم، والله العظيم تعبنا، نريد عفو عام، والله تعبنا، هسه نريد اتصال يتصلون بينا، هم بالناصرية، نريد نعرف أخبارهم، كل شيء ما نعرف عنهم. في رسالة تقول أبو سارة من الموصل: السلام عليكم، هاي الحكومة انتهت إن شاء الله، هاي أيامها الأخيرة، هاي 17 سنة وما شفنا منهم، ما شفنا نور بوجوههم. في رسالة: السلام عليكم، بعد التحية يقول أخي محمد: لا تتأمل منهم خير، مع التقدير. رسالة لدينا سعد: أنا الحجية. حجية أنت دا تخابرين على الواتساب، ما عندنا قدرة على الاتصال على الواتساب، شكرا لك. السلام عليكم أخي محمد، عندي ولد حدث مواليد 97، اتهموه في تهمة خطف وعنده تنازل، ولد كل شيء ما بي، والولد كل شيء ما بي، ورغم عنده تنازل حكم القاضي 30 سنة، من كثرة التعذيب اعترف على أشياء ما مسويها. في رسالة لدينا: السلام عليكم أخي، أنا بالعراق ومسؤول عن كلامي، وإذا أكو أحد يرد على كلامي أنتظر يرد. والله بالنسبة للسجناء 4 إرهاب ما حد يطلع منهم أبد، ما لهم كل طلعة، فقط إذا الله رحمنا. طيب، وصلنا إلى الختام مشاهدينا الكرام، ونعتذر عن من لم نستطع نقرأ رسالته التي أرسلها. نشكر الجميع شكرا جزيلا للمشاركة، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة. إلى اللقاء.